اليوم راح نسوي أكلة هي ستيك بالبصل. عندي بصل 2 كبار راح أقطعهم. كمل تقطيع البصل ونرجع لكم. بعد ما كملت تقطيع البصل راح ننتقل للستيك. عندي ستيك لو تجيبين قطعة واحدة كاملة لو تجيبيهم على هالشكل، المهم تكون ستيك. راح نقطعهم، أني جمدتهم لمدة 40 دقيقة حتى يكون التقطيع سهل عندي. راح أقطعهم بهالشكل هذا سلايسز. نكمل التقطيع ونرجع لكم. بعد ما كملت تقطيع الستيك راح اتبله فلفل اسود، ملح، زيت زيتون، وانتقل للمرحلة اللي بعدها. راح اخلي شوية زيت نباتي. صار الزيت جاهز، راح نشوح البصل. بدأت أشيله حتى ننتقل للمرحلة اللي بعدها. الطاوة راح أخلي زيت نباتي، لان اني مخليه زيت زيتون على الستيك مالتي حتى لا يحترق. راح ابدي انزل الستيك حتى اشوحه ايضا بدون اي مي. انا ما حطيت اي مي للستيك، بدي انزل الماي مالته. راح اتركه ينطبخ، لان احنا سويناها 10 سلايسز راح ينطبخ بسرعه ويانا. ارجع لكم بعد ما ينشف المي حتى نشيله. هو الستيك عندي صار اشيله، اللي هو البصل اللي سويته. راح اشوح الفلفل الاخضر، لان الستيك مع الفلفل الاخضر يطلع يجنن. بس راح اخليهم على جهه، ما راح اخليهم ويا البصل والستيك مالتي. شوفوا الفلفل عندي هسه راح اشيله اخليه على جهه. راح اخلي عليه جبنة بروفولوني، انتظر بس شوية تذوب. Herb and garlic cheese.